ليس هناك أي خطورة من رفع الشامات إذا كان ذاك يتم بشكل صحيح. وإذا نتساءل هل كل الشامات تستوجب إزالتها؟ طبعا لا، يجب أن يكون هناك مبرر علمي إذا كان هناك أي تغير في اللون، أي تغير في السطح، أو في أي طبيعة المادة النسيجية للشامة تستوجب الإزالة. الإزالة يجب أن تكون بطريقة صحيحة بحيث تتخلص من الجزء الغير مرغوب به فقط دون المساس بالأنسجة المحيطة به. من الممكن التخلص من آثار وندب حب الشباب بشكل دائمي باستعمال الأجهزة الصحيحة الفعالة في هذا المجال. واحدة من هذه الأجهزة هو جهاز اليونكسل أمامنا اللي زودتنا به شركة MDF مشكورة للحصول على أفضل النتائج. من الممكن التخلص من التجاعيد والظهور بمظهر أكثر شباب دون اللجوء إلى جراحة، وذلك باستعمال الأجهزة المناسبة والفعالة في هذا المجال، من ضمنها جهاز السيروتون.